السلام عليكم، نرحب بكم في الأسبوع السابع. في الأسبوع السابع هنتكلم على الـ Stability Analysis of Discrete Time System. الـ Stability is the most important issue in control system design. أهم موضوع في أي control system is إنه system يكون عندي stable. يمكن أبسط أنواع الـ Stability بنتكلم على لما يكون system عندي linear time invariant. في عندي حاجة بسميها بيبو ستابيليتي أو زيرو ستيت ستابيليتي. إيش بنقصد في البيبو ستابيليتي؟ لو الانبوت is bounded فالاوتبوت بده يكون bounded، يعني عندي انبوت الإشارة فيها does not blow up، الاوتبوت does not blow up. في موضوع تاني بسميه الانترنال ستابيليتي أو زيرو انبوت ستابيليتي. الانترنال ستابيليتي بدي السيستم يكون عندي internal stables، يعني فيش أي hidden modes تبقى unstable. يعني هذا كيف بحصل؟ بحصل انه بعض الكانسليشن بتحصل بين البولز والزيرو، ولو كانت هذا الكانسليشن لا unstable بولز بيبقى السيستم عندي internal unstable، بتصير مشاكل في السيستم انه الريسبونس تبعه دائما blowing up او بيكونش under control. هذه المشكلة اللي عندي. Since we have not introduced the concept of state variables yet، يعني هذا، فاحنا البيبو ستابيليتي اللي بنتكلم عنها بنتكلم على التالي. أهم عنصر في اللي بدي أطلع عليه بدي أجيب الـ closed loop transfer function للسيستم. الـ closed loop transfer function للسيستم بتساوي الـ output على الـ input في الـ Z domain، وهاي عندي بتساوي هاي النوميريتر وهذا الدينومينيتر. الآن اللي عندي الواحد بلس جي اتش اوف زي، هذا بسميها الكاركتر النوميريتر تبعها بسميه الكاركترستيك ايكويجن للسيستم. فالكاركترستيك ايكويجن للسيستم هي تنعطى بالنوميريتر بواحد بلس جي اتش بيساوي زيرو، هذه بالانوميال. البالانوميال الآن بتكلم عليها بدي بالنسبة للديسكريت سيستم الكلوز البولز تبعت السيستم او الروتس تبعت هذه البالانوميال تبقى within اليونت سيركل، يعني بدي يكون هم الروتس لهذه البالانوميال اقل من واحد. لو كان اي واحد منهم اكبر من واحد فالسيستم عندي بسميه بصير عندي ايش unstable في السيستم عندي. لما يكون عندي زي بتساوي واحد يعني single value هذا بنسميه marginally stable، لو أكثر من هيك بصير عندي إيش unstable السيستم اللي عندي. بس يعني هذا في حالة إنه لو في عندي single pole اللي هي موجود على أو single root موجود على ال unit circle بنسميه marginally stable. لو عندي برضو إيش a pair of complex conjugate poles lie on the unit circle برضو بسمي system marginally stable. أكثر من هيك بصير السيستم عندي إيش unstable. الآن determine، في عندي مثال هنا example بقول determine the closed loop stability of the system shown in figure 1 when k equal 1، يعني السيستم اللي عندي لما k بتساوي 1. هاي البيسك سيستم، ايش اللي عندي هان؟ عندي هاي الزيرو اوردر هولد، هنا عندي البولز البلان تبعني بيساوي 1 على اس في اس بلس 1، وعندي هاي السامبلر تبعي والتايم سامبلينج تايم بيساوي 1. اول حاجة بدي اجيب الجي اوف زي، الجي اوف زي بدي اخذ هذه اللي هي الزيرو اوردر هولد مع جي بي اف اس، فهذا لما اجيبها هذه بتطلع الواحد ماينس اي تو ذا ماينس اس تي بتطلع لبرا بتعطيني واحد ماينس زي ماي تو ذا ماينس واحد، وبدي اجيب الزي ترانسفورم على واحد في اس سكوير في اس بلس واحد. هذا عندي لانه يونيتي فيدباك فالاتش عندي بتساوي واحد، فهذا ايش بتعطيني؟ بدي لما اجيب الاوتبوت عندي السي اف زي على اي اف زي بدي يعطيني زي على زي ماينس واحد، هذه اللي هي عدلناها بتصير ايش لما ننظفها بتضرب في زي، فهذه حتكون عند النومريتر والدينومينيتر في زي فحتصير زي ماينس واحد على زي اللي اعطتني هاي. هذه من التيبلز بحصل عليها. الان بنظف هاي بتعطيني هاي الترانسفر فانكشن عندي للسيستم، وهاي جي اف زي بدها تساوي عندي صارت بتساوي اللي هي الترانسفر فانكشن اللي هي جي اف زي الترانسفر الايكوفالنت ديسكريت ترانسفر فانكشن للبلانت على هذا الشكل.
الآن we know that the characteristic equation إيش اللي هي عندي اللي هي إيش الدينومينيتر اللي بدي أجيب هذه بدي أقول عندي جي بلس واحد بدي يساوي زيرو، لما نحطها زي هيك إيش هذا حيصير عندي بدي أوحد البسط فحيصير عندي بدي أوحد المقام فبدي يصير عندي البسط أو النوميريتر اللي عندي لهاد بدي يصير زي ماينس واحد في زي ماينس بوينت ثري زائد إيش البوينت ثري سكس إيت زي بلس تو بوينت سكس اللي هي عندي هاد بدها تساوي ايش زيرو. الان هذه بنضفها بتعطيني زي سكويرد ماينس زي بلس بوينت سكس ثري، وهذا لو بدي اجيب الروت تبعتها بتعطيني الزي بوينت فايف بلس بوينت سكس وان ايت جي، وزي اتنين بوينت فايف ماينس بوينت سكس وان ايت جي. وهذه لما بدي اجيب اللي عندي الابسوليوت فاليو لهاي بلاحظ انها بتعطيني اقل من واحد، يبقى هنا السيستم عندي صار ايش ستيبل. الان the three stability test can be applied directly to the characteristic equation without solving for truth. زمان قبل عهد الكمبيوتر كانت نجيب الروث للبالانوميال مش العملية السهلة، يعني عادة في السكند اوردر سهلة بس نروح لثيرد اوردر فورت اوردر فيفت اوردر سكس اوردر تبقى صعبة. الان في عندي methods بنستخدمها لنجيب ال stability في linear time system. سهلة الميثود هذه، أول واحدة بنسميها sure con stability test، الثاني جور stability test، الثالث الراوت stability test اللي هو هذه الراوت stability test اللي هي بنسميها الراوت هيرويتس. هذه بتشتغل مع الكونتينيوس، فاحنا بدنا نعمل transformation للديسكريت لمين؟ لا من ديسكريت لكونتينوس. الان في النون لينير في عندنا بنستخدم حاجه بنسميها اللايبانوف ستابيليتي اناليسيس، وهذه عاده بنستخدمها مع الستيت سبيس مودلز، وهذه بنستخدمها في الغالب لل خلينا نقول النون لينير سيستم. قاعد هاب computation requirement in jury test is simpler than sure con when the coefficients are real which is always true for physical system. الآن نيجي نتكلم على الجوري تيست. الجوري stability test هذه مصممة نستخدمها وين؟ في ال discrete system، يعني في الزي domain. فهذه بالنسبة للديسكريت سيستم هي الناتشرال ستابيليتي تيست، يعني أنا بروحش على أي حاجة. الآن هذه أول حاجة بدي في عندي فحص، الفحص اللي بدي أعمله يعني هذا بفرجيني كيف أنا أعمل. أول حاجة أكون الهاي، أول حاجة البالانوم اللي عندي بدي يبقى الشكل تبعها على التالي، وعندي A0 بدها تكون إيش بوزيتيف أكبر من زيرو، يعني الـ A0 عندي. فهذه إذا كانت على هذا الشكل معناته بقدر أطبق لها. في حاجة بكونها بسميها جيوريتست، بس هذه بكونها لاحقا، يعني الخطوات اللي عندي لما أفحص الجيوريتست بروح لهذه الخطوات الثلاثة. إذا الخطوات الثلاثة عندي شغالة وكلها تشك صح صح صح، بروح للخطوة الرابعة اللي هي بعمل الجوري تيبل. بس قبلها بعملش الجوري تيبل، وهذه شغلة مهمة. إذا أنت رحت عملت الجوري تيبل قبل ما تفحص هدول اللي بيصير عندي، يمكن هذا الشغل مالوش لزوم، فأنا ضيعت وقتي على الفاضي. أهم عنصر عندي أول حاجة بدي أفحص، إيش اللي بدي أفحص؟ بدي أطلع أول خطوة عندي بدي أقول التالي. اولا لما نعوض b of 0 اول حاجه بتقول لي ليش ال a of n بدها تكون اصغر من ال a of 0. طلع عندي وين ال a n وين ال a of 0، هاي ال a of 0 اول عنصر عندي، وال a of n اخر عنصر اللي هو بيجي مع ال z to the power of 0. فانا قاعد بقول هذا ايش اللي عندي، ال absolute value لل a of n بده يكون اصغر من ال ايش من ال a of 0، وال a of 0 قلت عنها هي positive، يعني ال absolute value بده يكون أصغر منها. الآن حاجة تانية، لما نعوض في ال b of z، في z بتساوي 0 الرقم اللي بده يطلع عندي لازم يطلع positive.
هذا هاي فحص. اثنين، الفحص الثالث ايش بقول لي؟ بي اوف زي لما نعوض في زي بتساوي ماينس واحد، هذا بده يعطيني اكبر من زيرو فور ان ايفن اللي عندي، او بده يعطيني اصغر من زيرو لان اد، او بقدر اقوله باختصار ايش بده يعطيني؟ هاي البي اوف زي لما نعوض زي بتساوي واحد بدها تكون اكبر من زيرو في هذا المجال. وهنا ايش بحط؟ هان بحط ماينس واحد تو ذا ان، يعني الماينس واحد تو ذا ان بتقول لي ماينس واحد تو ذا ان في بي اوف زي لما زي بتساوي ماينس واحد بدها تكون اكبر من زيرو على طول، لانه في حاله الايفن حتعطيني هذا بوزيتيف، في حاله الاد حتعطيني نيجاتيف، يعني بتغطي الجزء الموجود عندي هان. فهذه الثلاث حالات. الآن لو هدول نجحوا بروح للحالة بأفحص الرابعة، لو هدول فشلوا بقول خلاص السيستم انستيبل وخلصنا، بكملش الخطوات. فهذه مهم في عالم اللي بدي افحصه. ليش انا بقول هذه ناتشرال؟ الناتشرال بقوم في الفحص هدول واحد اثنين ثلاثة، اي واحدة من هدول بتفشل بروحش للرابعة. الرابعة لما بدي اروح لها بدي اعمل ابني الجوري تيبل. الجوري تيبل كيف بصفهم؟ هاي بصف من A of N لحديت بأول رو، هاي A N اللي بضلني ماشي فيهم لحديت ايش؟ A of 0، وبعكس ال A of 0 اللي عندي لحديت A A of 0 A 1 A 2 لحديت ايش؟ A N اللي عندي. الآن بعد هيك بعكسها، بصير عندي b of n minus 1 b of n of minus 2 لحديت ايش؟ b of 0. وبعدها السطر الثاني بعكس السطر الأول، بعدها بروح للسيز وبعدها ديز. وقت ايش هذه بنتهي فيها؟ لما نوصل للتالي، عندي q2 و q1 و q0، يعني بدي أوصل للسكند أوردر، بصير termination للإتريشن تبعاتي. طب كيف بدي أجيب البي كي؟ البي كي اللي هي السطر الأول بعوض هاي A of N، وهذا A of N minus 1 minus K، وهذا A 0 في A K plus 1. الآن هذا بضلني ماشي من K 0 لحديت إيش؟ N minus 1. الآن السي بروح أحط البي زي هيك، أول واحدة b of n minus 1 وبعدين b of n minus 2 minus k، بضلني ماشي فيهم لحديت ما ايش؟ وهنا بعكسهم من b 0 ل b k plus 1، من k بتساوي 0 لحديت n minus 1، وهنا ال q of k اللي عندي. الآن بنقول السيستم is stable لو عندي هذه وهذه الثلاثة تحققوا. الآن بروح للرابعة، الرابعة ايش بفحص؟ بفحص ال بي اوف ان ماينس واحد اكبر من بي اوف زيرو، السي اوف ان ماينس اثنين اكبر من السي اوف زيرو، يعني عكس اللي شفته في الايش؟ في الاي ان. هنا قلت بدي الاي اوف زيرو اكبر من هدول، هنا بدي ايش؟ هدول اكبر من الزيرو. اذا هدول تحققوا انتهى كفى المؤمنين القتال وانتهى الحل عندي. هاي عندي بالانوميال، البالانوميال الان هذه بدها تطلع عندي، هاي عندي ال A of 0 قديش هنا؟ واحد، وال B وال A of N اللي عندي اللي هي أربعة بدها تساوي سالب بوينت 0.8، الواحد أكبر في أول فحص صح، فهذه ساتسفايد. الآن لما بتعوض بدل مهان واحد إيش عندي؟ واحد ناقص 1.2 زائد 0.07 زائد 0.3 زائد ناقص 0.8، لما نجمعهم هدول ايش بعطوني؟ بعطوني بين 0.9 اكبر من 0، يبقى هاي الحل الاول صح والحل الثاني ساتسفايد. بروح للثالث، الثالث بي ماينس 1، هذه ايش الاوردر عندي؟ زي تو ذا 4، يعني لو حطيت ماينس 1 بتعطيني ايش؟ بدها تعطيني بوزيتيف، فمعناته اللي عندي هذه بدها تكون اكبر من 0. اجي هاي واحد عوضت فيها انا بماينس 1، هذه بدها تصير بوزيتيف، هذه بوزيتيف، هذه نيجاتيف، هذه ايش؟ بوزيتيف. الان لما اجمعهم بلاقيها 1.89 اكبر من 0، فالثلاثه هذول ساتسفايد. بروح الان للجيوري تيست اعمله هان، فبدي انا بي 3 وبي 2 الموجود عندي، فالبي 3 هيني كونتها، هاي البي 2 كونتها، الريست اوف اليمنت ار كالكوليتد ان سيميلر فاشن، فبجيب بي 1
وبي زيرو اللي عندي، ونفس الشيء بجيب سي اثنين سي واحد وسي زيرو. طلع عندي أنا وين التيرمينيشن، عندي آخر عناصر هيهم موجودين هنا الخط الهاي، هاي سكند اوردر بولينوميال اللي عندي. الآن بس اجي اطلع البي 3.9936 والبي 0 ايش 0.204، يبقى هذا اكبر يبقى هذا ساتسفايد. الان سي 2 برضه بلاحظ اكبر يبقى ساتسفايد. يبقى الان البالانوم اللي عندي هاي بدون ما اجيب الروت تبعتها بقول عندي ايش از ستيبل. شايفين مبسطها ها؟ الان هذا ثيرد اوردر بدي اطلع عليهم. هاي الاي اللي عندي هاي الاستابيليتي، خلينا نجرب الفحص عندي ها. انا عندي اول حاجه واحد وهذا بوينت، يبقى اول عنصر ساتسفايد. الثاني لما بتعوض فيها بواحد ايش بلاحظ؟ هذه الرقم اللي عندي اقل من زيرو، فبقول السكند اوردر از نوت ساتسفايد، فعلى طول بقول ايش هذا فايليتد. يبقى السيستم اللي عندي البالينوم اللي عندي ايش ان ستيبل. الان هاي عندي لايف اكزامبل، انا بدي اجيب قيمه كي. هاي اللي عندي الكي عندي مجهوله، بتقول لي قديش الرينج تبع كي اللي بيعطيني ستيبل. يعني قديش الرينج تبع كي اللي بيعطيني ستيبل سيستم. فانا الان عندي جي وزي صارت بتساوي زي الاكزامبل اللي فات لما وحطيت هنا في النوميريتر ايش عندي كي. الان لما بدي اجيب الكلوز لوب ترانسفر فانكشن او الكاركترستيك كويجن، الكاركترستيك كويجن بتطلع عندي كالتالي: زي سكويرد بلس بوينت زيرو بوينت 368 كي ماينس 1.368 زي بلس بوينت 368 بلس 2.64 كي اللي عندي. الان بدي اجي اطبق القوانين اللي عندي. هذه سكند اوردر، يبقى انا هنا مش بلزمنيش الايش الجوري تيبل، فانا بس بدي احقق اللي عندي. الان بدي اجي اطلع ايش انا قاعد. اول كونديشن بتقول لي ال A2 بدها تكون اصغر من ال A0. هاي ال A0 ايش واحد وال A2 هنا، يبقى لما بدي اجيب هذا على الشقه الثانيه ايش بدي يعطيني؟ بدها تعطي يعني بدي اجي اطلع فيها. فهي لما اجيبها كي اللي عندي هاد بدها تقول لي كي اكبر من ماينس 5.18 اللي بيعطيني الرينج لهاي. الان لما نحط بي بتساوي واحد ايش هاد؟ بديها اكبر من زيرو. لما نعوض واحد هنا وهنا واحد وهذا اجمع، ايش بدي اجمع الان الكيز مع بعض والباقي مع بعضه، ايش بلاحظ؟ هنا بتعطيني كي اكبر من زيرو. هذا كي اكبر من زيرو، هنا كي اكبر من ماينس 5.8، يبقى هذه بتغطيها يعني اعلى قيمة عندي كي، بدي كي اكبر من زيرو. لو كانت اكبر من زيرو بتبقى اكبر من ماينس 5.8. الان بدي احط الكونديشن الثالث واعوض بماينس واحد، وهذا بديها اكبر من زيرو، ايش بتعطيني هاي؟ كي اللي عندي بدها تكون اصغر من 26.38. يعني انا الكي رينج عندي بده يكون من زيرو لما بدي اطلع عليها. الان هنا هذا اعطتني الرينج تبعت كي ايش هذه، اذا بدي اطلع عليها الرينج لكي بدها تكون اصغر من كي اكبر من ماينس 5.8 واصغر من 2.39. فهذا لما اجي اطلع عليها هذه الكي اللي هان بتغطي على الكي اللي هان، والزيرو اللي عندي بغطي على الماينس 5.8. معناته ايش اللي بدي يحصل عندي؟ بقدر اقول التالي انه الرينج لكي من زيرو ل 2.39 اللي عندي زي ما هو موجود. اف كي الان لو كي بتساوي 2.39 معناته السيستم از كريتيكلي ستيبل او مارجنال ستيبل. في هذه الحاله هاي الكاركترستيك ايكويجن لما نعوض بكي بتساوي 2.39 بتعطيني القيمة الموجودة زي سكويرد ماينس 0.49 زي بلس 1 يساوي 0، او الروتس تبعاتي بدي يساوي 0.244 بلس جي 0.97. ولما نحط السامبلينج بيريد عندي تي بيساوي 1 سكند، فالاوميجا دي بتساوي الاوميجا اس على 2 باي اللي عندي، وبتعطيني الزاوية اللي عندي، او اللي عندي بدي يطلع الزاوية اللي عندي اللي بدي اياها الاوميجا بتساوي 1 بوينت، او الناتشرال فريكونسي بدها تساوي ايش
1.324 rad per second. The above frequency is the frequency of sustained oscillation. يعني هذا اللي بتعطيني oscillation. هذا أعطاني بعض الشغلة لما يكون عندي singular cases، وهذا بتطلع عليها إيش أنا بعوض. بعوض بدل الزي بتساوي مثلا زي هنا بتساوي واحد، بحط زي واحد بتساوي واحد بلس إبسلون، والإبسلون very small number، وهنا عامل example تقدروا تطلعوا عليه لتشوفوه. هذا بشكل عام اتكلمنا على الجوري تيست، وزي ما حكينا الجوري تيست هي الناتشرال استابيليتي تيست للديسكريت سيستم. اهم عنصر هنا بدي اياكم تنتبهوا له اللي هو التالي، ايش هو؟ انا لما بدي اطبق الجوري تيست، وهذا مهم تسوى عليها، بطبق الثري كونديشنز. اذا اي واحد من الثري كونديشن نوت ساتسفايد يعني فيلد، على طول بوقف بقول السيستم از unstable. الآن لو الثلاثة satisfied بعمل بعد هيك الجوري تيبل، وبشوف القيم اللي بعدها أفحص فيها، قبل بفحصش. هذه من الشغلات المهمة اللي أنتوا لازم تنتبهوا لها في هذا المجال، ويعطيكم العافية هيك، وإن شاء الله بنكمل مع الجزء الثاني كمان شوي.